السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة، ونتمنى الفيديو يلقاكم فرحانين وناشطين وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنديروا واحد الجولة مع بعضياتنا في المغازة ديال تاماريس. هذه المغازة هذه اللي تتواجد في لارينوف، جايبة السبيبطة زوينين، السبيبطات زوينين، وحتى لي كولور والشوا كاين. المهم لي كاليتي راه كاينة، راكم عارفين هذه الماركة، هذه لي كاليتي ديالها زوينين وغزالين ومجرباهم انا صراحه. الله تصبروا اللي بغى الصباط ديال بصح ولا الصنداله ديال بصح، يعني واخا تكون تتعطي فلوسك مي تتعطيها فشي حاجه اللي زوينه وغتبقى معاك. هذا هو، نخليكم مع الفيديو، نتمنى انه يعجبكم ويروقكم. نتلاقاو في اخر الفيديو. Thank you.
وفي الاخير نتمنى ان الجوله تكون عجبتكم وراقتكم، واللي كتقلب على شي صبيبيط ولا جسس نادل العيد هانا صورت لكم. مرحبا ألف مرحبا، شكرا لكم بزاف، شكرا على الدعم ديالكم والشيء، شكرا على الكلام الزوين. مع السلامة، إلى جولة أخرى أو فيديو آخر، إلى الملتقى.